بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي إن إحنا نحول الرسمة من موديل للاي أوت. أنا عندي رسمة زي ما احنا شايفين كده وعايزة أعملها في اللاي أوت. أنا هاجي أفتح من تحت لاي أوت، بدوس عليها لاي أوت 1 بالشكل ده كده، تمام. آدي الرسمة اللي عندي. طيب أنا هشيل اللاي أوت اللي موجود ده، أحدده بالشكل ده كده وأدوس ديليت من الكيبورد، وهاجي اعمل فيو، هكتب ام في من الكيبورد اللي هي ام فيو، واعمل هنا مثلا كده اهو، تمام. حط لي الرسمه كلها بالشكل ده كده. هدوس داخل الفيو اللي انا عملته ده دبل كليك بالشكل ده كده عشان اقدر اشتغل عليه. انا عايزه اظهر بس الباث روم والكيتشن، بقرب منهم بالشكل ده اهو، بظهرهم هنا. طيب عايز اعمل فيو تاني، هاجي الاول اخرج من الفيو ده، بدوس بره هنا دبل كليك، خرجت منه، واجي اكتب ام في تاني وبعدين انتر وبعدين اهو. بعدين بدوس دبل كليك جوه وبعدين اختار مثلا الجزء ده انا عايزه اظهره لوحده. عايزه اعمل ام فيو تاني، بخرج وادوس دبل كليك وبعدين ام في وبعدين انتر واعمل فيو بالشكل ده كده مثلا عشان يظهر لي الرسمه كلها. يبقى انا كده اتعلمت ازاي ان انا احول رسمه من موديل للاي اوت، وفي نفس الوقت ان انا اعمل اكتر من فيو في اللاي اوت ده. لو عايزه اغير اسم اللاي اوت بدوس عليه، بقف عليه بالشكل ده كده، بدوس بيمين الماوس واقول له رينيم، مثلا اقول له هاوس، تمام. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.